أهلا بكم مشاهدينا في أول ملفاتنا في هذه الحلقة. ارتفعت أعداد الإصابات، اليوم سجلنا 6000 حالة تقريبا، وواضح أنه يعني هناك ارتفاع في أعداد الإصابات ونسبة الفحوص الإيجابية وكذلك أعداد الوفيات. إلى أين سوف تصل الأمور؟ يعني ما هي الخطة الحكومية للتعاطي مع هذه الأزمة الصحية؟ كل هذه الموضوعات سوف نناقشها مع دكتور بسام حجاوي، عضو لجنة الأوبئة. دكتور بسام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ حاتم، أهلا يعطيك بك. العافية. يعافيك، أهلا بك دكتور. يعني لو بدنا نبلش من الحالات اليوم، 6000 إصابة، يعني هل يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة كذلك ارتفاعا؟ إذا بدنا نسأل عن الذروة، ما هي الذروة المتوقعة؟ يعني خلينا نقول احنا في الموجه السابقه واللي هي بدات بشهر 10، وكنا نامل انها تنتهي بشهر 1، وعاده ما يكون بين الموجه والموجه هناك مسافه او وقت زمني نستطيع فيه انه يعني نكون في نتعلم من السابقه، ويكون عاده هناك استعداد لما واجهناه في اي موجه اذا كان هناك موجه محتمله. طبعا الكل بيعرف انه احنا في الثلاث اسابيع الاخيره اللي هي في السنه الجديده هذه اللي هو 4 و5 و6، واذا قلنا احنا يعني صار ارتفاع، وبجوز اطلعنا على ارقامنا وصلت في حدها 15.6% الفحوصات الايجابيه، اعلى رقم كان في الاسبوع الماضي اللي هو اسبوع رقم 8. نعم. هلا وفرضت اجراءات، الكل بيعرف محاوله منا في انه نتوقع يعني انه الاصابات والوفيات ومعدلات الاشغال انها تنخفض، لكن اذا اطلعنا على ارقام هذا الاسبوع اللي هو الاسبوع التاسع اللي هو بيبدا من السبت، لا كانت العدد الاصابات كان حوالي 2584 في يوم السبت، والاحد 4594، لكن تفاجأنا اليوم زي ما تفضلت انه عندنا 6068 اصابه. عادة احنا ما منقيسش على يوم. نعم. ومنقيسش على يومين، وقد يكون عادة احنا متعودين انه السبت هو حصيلة ما بيحصل في جمعة وسبت، قد يكون يوم غير منتظم، لكن اليوم صراحة هو ارتفاع غير مسبوق في بعد الموجة اللي انا حكيت عليها السابقة اللي احدهم بسموها الثاني او هي قد تكون الاولى. نعم. لكن احنا هذه يبدو ان دخلنا في موجة ثانية، دخلنا في موجة جديدة، الأرقام عمالها بترتفع، معدلات الإشغال في المستشفيات بترتفع، وصلت ل 30% معدلات إشغال الحالات، عندنا حالات نشطة تجاوزت ال 40، يعني 41,175 إصابة، معدلات الفحوصات الإيجابية صارت 14.79، يعني 15، كل هذا بيعطينا احنا كنا يعني تحت الملاحظه وتحت الرقابه، وان احنا كلنا يعني وضعنا قلق، لكن فعلا انه ارقامنا اليوم خلينا اقول يعني ليست طيبه. نعم. ويعني احنا ننظر اذا ما يحدث، عملنا اجراءات اللي هو يوم الجمعه كان حظر وكان في الساعتين خفضناهم، أأمل أنه الأرقام ما راح تنعكس في بعد الجمعة على السبت وأحد واثنين، يعني بتبين بعد أسبوعين على الأقل أي إجراء عمالنا منتخذه على المنحنى الوبائي، لكن يبدو المنحنى الوبائي عماله الأرقام بترتفع والحالات الإيجابية الفحوصات الإيجابية نسبتها عمالها بترتفع، فيعني أتمنى أن يكون هذا يعني حافز للناس أنه لابد من الالتزام. نعم. نحن الآن في عملية التطعيم، نحتاج إلى عملية تطعيم أنها تكون في على يعني أكثر مستوى، لكن شح المطاعيم مما يجعلنا أنه ننظر إلى الأمور المفروض بجدية أكثر من ذلك، يعني التزام الناس مطلوب، ومفاجأة صراحة أرقام اليوم، أتمنى أنه الأرقام ما تبقى هكذا أو ما تزيد من هنا للجمعة اللي إحنا أصبحنا في الأسبوع التاسع. سألتني عن الذروة، لا أحد يتوقع الذروة في ظل جائحة عالمية، قد يكون أمريكا اليوم
كمان أعلنت أنها يبدو أنها تدخل في موجة رابعة، وهذا ما يعني يدلل على أن دول أوروبية هكذا، وفي عنا دول بالشرق الأوسط يعني معدلات الإصابة والوفيات عالية التي لا يمكن لك أن تتنبأ بتقديرات تكون أقرب للحقيقة إلا ما ترى ماذا يحدث في هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه. لكن نحن نعلم أن في الموجة الأسوأ اللي هي كانت من شهر 10 لنهاية شهر 1 وصلنا إلى ذروة 7933، يعني 8000 إصابة. نعم. نحن الآن 6000، يعني هذا يزعجني أنا كثيرا، يعني تفاجأت برقم اليوم بالرغم من أنه فحصنا أعلى فحوصات منذ بدء الجائحة. يعني 41,000 فحص فحصنا، هذا برضو بيعطيني أمل أنه أنا فحصت كثير، معناته في عندي تفشي مجتمعي موجود في المجتمع، وفي عنا الكل بيعرف أن السلالات كمان تنتشر بشدة في أوروبا، ويعني اعترفت بياناتنا وأرقامنا أنه برضو عنا هذه السلالات الموجودة وخاصة السلالة البريطانية، وقد هي تكون سببا لتفشي أكبر عدد ممكن. والغريب أنه احنا بكرة 2/3 بكون سجلنا أول إصابة منعام. صحيح. يعني أول إصابة في الأردن كانت في 2/3/2020، يعني هي عام على تسجيل أول إصابة بهذا المرض في الأردن. أتمنى أن يعني نكون جاهزين في وزارة الصحة جاهزة. بما أنه مر سنة كاملة على هذا الموضوع، من بداية الأسبوع في مراقبات ومتابعات وتفتيشات على المستشفيات الميدانية، والتأكد من جاهزيتها، والتأكد من القطاع الخاص باستعداده لاستقبال أي إصابات. طبعا لما نقول إحنا وفيات 26، يعني ونقول في إصابات اليوم أو الحالات المؤكدة اللي هي كانت 1597 وكانت معدلات الدخول تجاوزت 30%، هذا ما يلزمنا في التأكيد والتنبه والحرص الشديد على أرقام اليوم ونسبها. نعم. دكتور، قديش بتتوقع، بما أنه مر عام على هذا الموضوع، قديش بتتوقع الإصابات الحقيقية في البلد؟ مو سيدي أنت، يعني هذه الجائحة كانت فعلا غريبة الأطوار وغريبة الوباء ووبائيتها، يعني كل مرض في الدنيا له وبائية خاصة به. يبدو أن لما تقول إحنا 60%، حوالي 50-60% بيكونوا الإنسان انصاب ولا تظهر عليه أعراض، يعني من حالات اللي بنشخصها PCR. نعم. إذن هو بيقعد في البيت في الحجر والعزل المنزلي، وهو بكون بؤرة إذا خرج في أنه ينقل العدوى. وإحنا بنقول أنه هذه الموجات وهذه السلالات الطفرات تنقل إصابات وعدوى أكثر من الكوفيد الأم اللي كوفيد 19. بناء عليه إحنا لما نسجلنا اليوم الرقم 397 ألف إصابة PCR بوزيتيف التوتال من أول إصابة في 2/3، يعني أتوقع أنا برضو أنه في ناس انصابت وما فحصت PCR ومرت مرور الكرام دون أعراض ولم تسجل، وهذا حقيقي عند كل الدول ليس عندنا. فأنت بتحاول تقول، يعني لو أنا بدي أكون متواضع، أنه الرقم اللي فحصناه وعالجناه واعتنينا فيه وأكدناه بالPCR وموجود على السيستم تاعنا، أعتقد أنه في قد كمان يعني حالات لم تظهر، وبناء عليه أصبح لدينا مناعة. لكن ما يخوفني هي السلالة الجديدة تضرب بعرضها وطولها دول أوروبا وأمريكا والبرازيل، وهناك اللي هي عرفت السلالات فيها. أتمنى أنه احنا لا نصل إلى الذروة التي وصلنا إليها في الموج السابقة. أتمنى أن لا نجتاز 8000 إصابة، أتمنى ذلك. نعم. هذا دكتور، يحتاج إلى الشدة. هل سجلت حالات لإصابات متكررة؟ يعني طبعا سجلت، لكن أنت تعلم أنه السيستم المعمول به في وزارة الصحة، يعني إذا أنا اتسجلت
وأصبت قبل 4 شهور وأصبت هلا، يعني يستطيع السيستم أنه يبين أنك أنت أصبت قبل ذلك، وبناء عليه هي لما أقول 397 يعني هي أصابات مرة واحدة ما فيهاش تكرار، التكرار بيكون واضح ويضاف مرة أخرى، واللي مكرر لا يحذف من القائمة بحيث أنه أصيب سابقا. هلا في عدد لا يستهان به، يعني هو لم يتجاوز 1000 سجلوا بأنهم أصيبوا مرة ثانية. ليش مرة ثانية؟ لأن منظمة الصحة العالمية قالت إذا أنت جيت بعد مرور 3 شهور على إصابتك وسجلت إصابة لا تعتبر إصابة ثانية لنفس الشخص، لكن قبل 3 أشهر لا تعتبر، تعتبر وكأنك بالإصابة نفسها الأولانية. في أعداد عندنا، وهذا الجائحة تسجلت هذه الإصابات في أغلب دول العالم، طب لو لكن أنا بقول إنه إحنا نحتاج إلى المطاعيم، اللي هي وصلنا امبارح دفعة جيدة من فايزر يعني حوالي 34 ألف، وسيصلنا في خلال هذا الأسبوع برضو إن شاء الله مطاعيم أخرى، والإسترازينيكا سيوصلنا أعداد برضو نتوقع وصولها إن شاء الله. أتمنى أن يكون المطعوم لأنه هو الحل الوحيد جنبا إلى جنب مع المناعة الطبيعية الناتجة عن المرض، بحيث كلاهما يشكلان مناعة طبيعية وصناعية إن شاء الله نتجاوز بها نسبة معينة، وإذا يعني عدينا بالثنتين 50% بنكون يعني وصلنا إلى نسب جيدة. لكن لوحدنا لا يكفي، يجب على العالم والدول التي لم يصلها مطاعيم أن تصل إلى نفس النسب حتى يعني نكبح جماح هذه الجائحة الغريبة الشأن، غريبة الشأن فعلا، أنه دخلت هي عامها الثاني بقوة. كنا نتوقع أنه المطعوم يحبطها، حتى دول أوروبا التي وصلت في معدلات التغطية بالمطاعيم تجاوزت 4 أو 5% فقط، وهذا لا يكفي بأنك أنت تجعل الفيروس لا يتحرك بسهولة. إذن لا يزال الفيروس ينتشر في دول العالم، ونحتاج إلى تسريع في عمليات التطعيم على المستوى العالمي وليس على المستوى الوطني. وإحنا الكل بيعرف أن 51 دولة وصلها المطعيم، يعني عندك 214 دولة فقط 50 دولة وصلها المطعيم، المطعيم الأخرى محرومة على الإطلاق من المطعيم اللي أصبح فيها شح، وفيها زي ما كم عدد المطاعم المتوقع التي يمكن أن تصلنا خلال الفترة القادمة؟ يعني أنت في هيك جوائح وهيك شركات عالمية لا تستطيع أنها تلحق على 7 مليار، لا تستطيع التكهن، لكن أنت موقع باتفاقيات في مع كل الشركات، لكن لا تستطيع أن تعلم إلا أن يكون المطعوم بين يديك وفي ثلاجاتك، عشان هو يمشي لك خطتك، عشان خطتك المعمول بها. إحنا خطتنا من 11 مرحلة متقنة اعترفت فيها منظمة الصحة العالمية للمطعوم، وهي جيدة جدا، والحمد لله اليوم يعني أنا كنت في لجنة التطعيم، سنصل إلى رقم إن شاء الله كل من هو فوق 65 سنة، يعني ما عدا عمان لأنها كبيرة في المحافظات، بكون أخذ جرعته، اللي نأمل أنه هذه الفئات المعرضة للخطر والتي هي أكثر تعرضا للإصابة تكون على الأقل ممنعة، حتى نرى كيف تصل الدفعات الأخرى من المطاعيم تباعا إن شاء الله. هل سجلت يا دكتور أي أعراض ل يعني أخذ المطاعيم أو أي حالات وفاة؟ خليني أجيبها بالعكس، يعني وفاة لم تسجل على الإطلاق، نعم، مضاعفات شديدة لم يسجل على الإطلاق، مضاعفات متوسطة إطلاقا، هي مضاعفات خفيفة تباينت بين موضع الحقنة على الكتف، احمرار، ارتفاع بدرجة الحرارة، ألم في العضلات، صداع، قد تجاوز ذلك أنه آلام في الظهر، وجميعها اختفت بعد اليوم الثالث من إعطاء الجرعة، الحمد لله في ذلك، لأن هناك رصد للأعراض التي قد تنتج من المطعوم. لحد الآن الحمد لله لم نرصد أي مضاعفات فوق متوسطة لأي أحد أخذ من المطعوم. نعم دكتور، الآن يعني في ظل هذا التفشي مرة أخرى، ما هي النصائح التي توجهها للمواطنين بشأن العزل المنزلي للمصابين ويعني آليات التعاطي مع هذه الأزمة؟ يعني صراحة أنا بشد على أهلي وإخواني
ومجتمعي انه نقف عند هذا الرقم اليوم. هذا بخوفنا الرقم صراحة، وبخلينا التزام أكثر، وأن نوعي يعني نتوعى ويكون عندنا وعي أنه المشكلة لازالت قائمة على المستوى العالمي، ولازالت الدول الكبيرة ذات الأنظمة الصحية الكبيرة مستاءة، وأنظمتها وخططها تتغير على مدار الساعة، على مدار الأسبوع. فكيف بي أن أتنبأ لشهر قادم؟ يعني في ناس بيسألونا عن رمضان، مبكر جدا أن نحكي هذا الموضوع. يعني خلينا بدينا اليوم في 1 آذار، أتمنى أن الأسبوع هذا الأسبوعين نكون عندنا تصور واضح عما يحدث. فأنا بشد على إخواني، هذا رقم 1، بالالتزام بالكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مهم، والتعقيمات في المنزل والعمل والمشاوير اللي ليس لها لزمة لا ليلا ولا نهارا، ما فيش داعي لها. وأن نحترم قرار بأنه يكون الجمعة هو يعني التزام تام، يعني نكفي أنه بدأنا بيوم الجمعة وبساعتين من بالليل. في دول أغلقت بناء على أرقام هيك أيام طويلة، وإحنا لا نستطيع في الأردن عشان وضعنا الاقتصادي. هذا رقم 1. رقم 2، أؤكد وأهيب بالناس أنها تسجل على المنصة، تسجل، لأنه المسجلين يا دوب 400,000، وإحنا نتوقع في شهر آذار زي ما حكى وزير الصحة أنه يصلنا إن شاء الله 1,000,000 من هذا المطعيم. هذا ما تم وعدنا به، اللي نستطيع نطعم 400,000 في خلال أسبوع. أنا متأكد من الجاهزية الأردنية في مراكزها وكوادرها لهذا الموضوع. فالتسجيل على المنصة مهم جدا لكافة الناس. خلي اللجان هي تقول رأيها من له أولوية ومن هو يحق له التطعيم مبكرا، وهكذا حتى إحنا ما نشهد موجة، إذا دخلنا فعلا في موجة، إن تكون إن شاء الله خفيفة وليست أسوأ من الموجة السابقة التي فقدنا فيها الكثير. نعم دكتور بسام حجاوي، عضو لجنة الأوبئة، شكرا جزيلا لك. العفو سيدي. بالفعل ربما أنه في يعني مع اشتداد هذه الموجة وهذا التفشي الحاصل، ما هو مطلوب حتى هذه اللحظة من المواطنين؟ الاستمرار بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وإن كان هناك يعني وجهات نظر متباينة حول فعلا مسألة جدوى حظر يوم الجمعة، بغض النظر إلا أنه ما هو مطلوب أنه إحنا نقوم بالأدوار المطلوبة منا، إجراءات التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة، الابتعاد عن التجمعات العامة. هذه مسائل ضرورية لأن الأرقام